22 يوم من الحماس من القوة ومن التمرين من البيت. شكرا لكل من يشاركنا مسابقات، يشاركنا في فيديوهاته وعلى وسم UAJJF Challenge. يعطيكم الف عافية. تمريننا اليوم بيكون كونديشنال، خلونا نشوف التمرين. طبعا نشتغل دائما نبدأ بالتسخين 1 minute jumping jack، نخلص ننتقل إلى 12 leg swing right و 12 مرة leg swing left بهدوء. انت يا لسه تسخن، وبعدين ننتقل للحركة الأخيرة في التسخين اللي هي 5 good mornings. حاول تحرك كل جسمك، تحط ايدك لين الأرض وحاول ترفع ايدك لين الأعلى. نكرر التمرين هذا 3 مرات وبعدين ننتقل للتمرين الرئيسي. بالنسبة للتمرين الرئيسي بيكون عبارة عن 3 جولات، 50 ثانية تمرين، 10 ثواني راحة، 50 ثانية تمرين، 10 ثواني راحة. بين كل جولة تقدر تريح 4 دقائق، 3 دقائق، دقيقة، على حسب كيف انت تبى تصعب التمرين. التمرين الرئيسي هاي نيز مدة 50 ثانية، خلص 50 ثانية ريح 10 ثواني، 50 ثانية بيسك ستيب اب، 10 ثواني راحة، 50 ثانية هاي هيلز، 10 ثواني راحة، 50 ثانية رو بلس ليفت، 10 ثواني راحة، 50 ثانية لايت جامبينج، 10 ثواني راحة، 50 ثانية هوب بلس تو جاكس، 10 ثواني راحة، 50 ثانية سايد تو سايد 3 هاي نيز، 10 ثواني راحة، 50 ثانية سايد ستيب بلس هاي كيكس، 10 ثواني راحة. الحمد لله خلصنا التمرين. ذكروا شيء واحد، صعوبة وسهولة التمرين يعتمد عليكم، على مستوى صحتكم، على مستوى لياقتكم. تقدرون تخفون وتضغطون على نفسكم على حسب مستواكم أو على حسب قدرتكم. شكرا لكل اللي يتفاعل، شكرا لكل اللي صور فيديوهات وطرش لنا إياها. أتمنى أنكم تدعمون الحملة هذه أكثر وأكثر مع هاشتاغ UAJJF Challenge. يعطيكم ألف عافية، ترينا الحلقة الجاية.